بالميكروفون عندك. مشاهدي ومتتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من الدار البيضاء. هذه واحد الحالة إنسانية ديال الأم جرى عليها الابن ديالها، الابن البكر الكبير جرى عليها من الدار. هي الآن كتعيش تشرد، كتنعس في الزنقة من بعد ما عاشت عند أختها عند أمها. تابعوا معنا القصة المفزعة ديال هذه الأم. تفضلي لالا. السلام عليكم. حاولي ترفعي الصوت ديالك، تفضل. السلام عليكم، كنطلبكم وكنرغبكم الله يرحم ليكم الوالدين. انا ام اربعه الاولاد، ولدي الكبير هو اللي دار في هذه الحاله، شردنا ورغم هو اللي هو سبب المشكل، خرجني من داري. انا ما عمرني فكرت نخوي داري، النهار اللي مات راجلي الله يرحمه وانا باقي في داري، مات راجلي الله يرحمه خلاني في داري وبقيت في داري. ومني مات راجلي ما تزوجت، ما جبت عليه راجل، ما دخلت عليه، وانا خدامه والناس في الدرب شاهدين، كنت عندي ميكنة في داري وخدامه في داري والحمد لله. وولدي تا شدني من يدي وخرجني، كيقول لي خرجي في حالاتك، تناقش معايا، كنقول لي ولدي نعرف الشيطان، انا رمك، كيقول لي سحرتي لي، قتلتي لي بالمجامه، قتلتي لي بالسحور، دير انت راك ولدي، ما انت راجلي ما انت صاحبي. ورغم ذلك شدني من يدي وخرجني، كيقول لي سير قلبي على راسك، سيري تزوجي. وضربني الحال وخرجت وخليت لي الدار. خرجت في 2016، بقيت كنتلاوح من عند اختي، من عند اختي الاخرى، خدمت شويه، كريت، دريت بنتي الصغيره اللي خرجت عندها، كانت باقيه الله في الكاتريام، بقينا مكرفسين انا وياها، وكنتلاوح من واحد لواحد حتى مرت. ديك الساعه ملي كنت باقا في داري درت عمليه على بزولتي وخرجت. ومني مشيت للعيون تاني خدمت معنا وبنتي باركه في الدار وانا خدامه، ولكن ملي مشيت دوز في العيون قال لي سيري اختي رجعي لكازا يديروا لك حل، راه خصك ضروري تعاودي العمليه. ملي جات شافتني اختي وكا قالت لي انا غنديك عندي ونعالجك تما ونشوف شنو كاين. بقيت باكا مع اختي، ضربت معاها تقريبا عام وربع شهور. يلا جيت نهار 27 شهر 12، جيت لهنا للمغرب. ملي جيت حيت تما قالوا لي اختك خاصها تمشي لبلادها وتعالج، حيت عندها مرض خبيث. وملي قلتها لي دوي معايا في التليفون، عيط لي قلت لها ولدي انا بغيت داري الله يرضى عليك، قال لي ما عنديش دار. انت مشيتي قال لي الدواء كاين مالك ودرتي شكايه، قلت له وليدي انا ما داروا معايا والو، عطيني غير داري، بغيت نمشي نبرك في داري. قلت له ما بقاش تلاو باش يجني على السبيطار قريب ليا، قال لي ما عنديش ودير معايا حل. ويقول لي من بعد صارت العيشه وندوي معاك، ما بقاش دواء معايا، ما بقاش تكلم معايا، ما تفهم حاجه. دابا كنطلبكم الله يسهل عليكم، وكنطلب صاحب الجلال محمد السادس، وكنطلب وزير العدل يدير لي حل. انا بغيت غير داري، ما بغى والو، ما بغيت حاجه، بغيت غير داري، تعاوني معايا تسالي ما يبغى داري. دارك شكون فيها دابا؟ واش ساكن فيها هو شنو دار؟ راهنا بستة المليون هو مشى لاكادير وخلى السيد ساكن فيها دابا. وكنقول لي الله يسهل عليك، انا بغيت داري، واختو عندها 19 عام تاهي كتلاوح، ما بغيت حتى حاجه، انا بغيت غير داري. بغيت نجمع مع ديك وليداتي مع ديك اليامات اللي باقا لي، ما عرفتش واش غنزيد ولا غنموت ولا الله اعلم. انا بغيت نرى الله يجازيكم بخير. منين مات راجلك شحال خلالك دير الوليدات؟ خلى لي اربعه، جوج ولاد وجوج بنت. خلى لي اربعه كيسحب باه الله يرحمه، وخلى لي في لاكيس كربه. اقسم بالله الا غنجيب لكم الورقه وغنوريها لكم، انا كربه ما كملش 500 درهم في الشهر، ما كاملاش يعني، كتجيني مرة 7000، مرة تجيني 7000 و 800، كل مرة شكيطوني في لاكديس، يعني اش غندير لك هادي؟ وأنا ما خدامة ما دامة، عيت ما بقى نقول لأختي دي أعطيني، نقول ما أعطيني، عيب. وعندك مصاريف ديال الدواء وعندك؟ دار عندي المصاريف. دابا إلا كان هاد الإبن ديالك كيشوف هاد المباشر هذا، شنو تبغي تقولي ليه؟ بغيت داري، كنطلب منو الله يسهل عليه، عطاني السيد الفلوس وخرجها لداري. رغم حتى عليا كلمة كيقول ليهم السيد اللي راني الدار كيقول لي راه تزوجات، أنا تسبت أنا متزوجة، هو يخرج برا وأنا اللي ندخل الحبس، أنا متزوجاش، أنا عمري ما تزوجت من غير بوم الله يرحمه. فتي قدمتي شي شكاية؟ قلتي قدمتي شي شكاية؟ قدمت شكاية لوكيل الملك، ما داروا معايا والو. أش من محكمة اللي قدمتيها؟ نمت في المحكمة ديال عين السبع، وجيت لانا كيقولي لي في الويتية منايا، كيقولي لي صافر غادي نشوفك غندير معاك غير شي، قلت لهم في الويتية، قلت لهم انا راه غادي نسافر غير نتعالج. الدائرة ديال الدائرة الثامنة اللي تابعة للمنطقة الأمنية الفداء مر السلطان، ياك؟ اللي في شارع أحمد السبا. شارع أحمد السبا.
انا كنقول لهم دابا انا ما باغا والو، بغيت هاد الدار، بغيت داري. باش حتى قالوا لي حيت عاطيني رونديفو شهر جوج، عندي ثلاثه رندوات في شهر جوج، يعني في غنبرك في غناكل في غنشرب. المهم الحمد لله الناس كيتعاونوا معايا، كاين اللي كيساعدني، ولكن هاد الدري بغيت غنعرف واش انا مو ولا ماشي مو. الا ما كنتش مو يقول لي انت ماشي ماما، يقول لي انت ماشي امي، هادشي بغيت نعرف. انا ماشي غير هو، عندي اشرف، عندي مهدي، عندي فاطمه الزهراء، عندي منال، يعني احس بيا انا ام. انا بغيت نبرك في داري، نجمع في داري، بغيت نحط راسي. ما يقول لي حتى هاد الشهر طلبت انا غير داري. انا كنسكن بدرب كامل، يعني معروفه عائله قبلاوات، معروفه عائله قبلاوات، كنطلب غير داري. حتى حد ما داخل، حتى حد ما توصل اللي يقول لي حشومه هادشي اللي كدير امك، حتى حد والو، ما كاينش في العائله ديال با، ما كاين حتى حد نهائيا. دابا شنو النداء اللي توصلي للمسؤولين؟ اللي انا المسؤولين كنقول طالبهم يعاونوني يساعدوني يعطوني غير دار، ما طالبه حتى شي حاجه اخرى، طالبه غير دار. وانت فهاد الفتره فين كتعيشي؟ فين كتسكني دابا؟ فين كنبقى عند امي في دار خصي سيدي مومن. مره كنبقى عند بنت جيراننا كانت ساكنين معنا لتحت، كنمشي نبرك عند رغبه مسكينه كتقول لي اختي بركي مرحبا بك. من يوم مشيت عند واحد، ولكن ماشي بحال في دارك، بحال ماشي بحال دارك، راه ما يمكنش دارك، ما يمكنش شي حد غيقبل لك اللي سوى دارك. دارك تبغي تدور، تبغي تبدل حوايجك، تبغي تتوضا تصلي، تبغي. انا كنمشي عند شي حد كنعجب نقدر نقول ليه كل مره باغي ندخل نتوضا نصلي، كنعجب يعني بغا دار. الله يجازيكم، هادشي اللي كنطلب منكم، بغا داري، بغا دار، ما بغيت حتى شي حاجه اخرى، بغيت هاد الدار. الدار اللي خلاها لك الزوج ديالك المرحوم، خلاني فيها راجل الله يرحمه. ملي كنت صغيره، ملي داني انا قلت لكم عندي 14 عام، اللي لليوم هذا انا عندي دابا طالعه في 48 عام وانا عايشه في داري، ولكن ولدي اللي خرجني منها، ماشي انا اللي خرجت بخاطري او لا خليتها لي وقلت لهم ها هي خذوها، لا ولدي اللي خرجني منها وبقى نقولها لي. ومن داني على ورقه بيضاء، قال لي بغات تخرجي تعالي مضي هذه الورقه، سينيت لي ورقه قلت لي اش، قال لي سينيها، قال لي عطيني لاكارت ديالك، عطيتها لي وانا ما قارياش وما عارفاش نقرا، وهما عارفين هاد القضيه، انا راه ما قاريهاش وما عارفاش نقرا، يعني اللي قلتي كتبي هاد الكتبه ما غنعرفهاش، اللي قلتي قراها ما غنعرفهاش، وربي يشهدون عليا. وهما عارفيني انا، ولادي عارفيني ما قاريهاش، يعني اي حاجه غير حتى انا ما غنعرفش نقراها ولا نكتبها. حاولتي تتواصلي معاه؟ حاولتي تتصلي به هاد السيد هاد الولد ديالك؟ حاولت نتصل به، قلت لك علاش شي 3 ايام دابا اولا 4 ايام عيط ليا، اش قال لي؟ قال لي كنعيط نسول فيك لوجه الله. قلت ليه حرام عليك، اما الدار ما بغاش يرجعك ليها. قلت ليه حرام عليك، انا باغي نرجع لداري. قال لي انت بصيفتي العون القضائي، قال لي وانا عطيت الورقه اللي ماضي، قلت انا ما مضيت لك حتى على شي حاجه، اللي ما مضيت لك حتى على شي حاجه صافي. قال لي انا، قال لي شوفي انت اللي قال لي ما بغيتيش دارك، قلت له دابا بغيت داري، الله يهديك بغيت داري، هادشي اللي كنطلب، بغا داري، ما بغيت حتى شي حاجه اخرى صافي. كيف تبعتوا معنا اعزائنا مشاهدين قناه شوف تيفي، هذا نداء ديال الام كلومه جرى عليها ولدها من الدار، كتشوفوا كيفاش كتبكي، وعاودت لكم كيفاش كتقضي الليل ديالها عند الصديقات ديالها وعند الاقارب ديالها. كنتمنى هذا النداء انه يوصل الابن ديالها ويوصل حتى للمسؤولين باش يساعدوا هذه السيده ترجع لدارها. شكرا على تتبعكم هذا المباشر، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم.